شعراء لكن ظرفاء. إنني أتحدث عن شاعر البؤس والحرمان والصعلقة الذي نستدعيه الآن من التاريخ. حتى هذه الكلمة تحتاج لشرح معناها. نشلوا راتب الهزيلة وراحوا وأنا باصص على السيدات. نكشف لكم أسرار حياتهم. ولو كذبت تعالوا واحلقوا شنب. كنت أسكن إحدى غرفه البائسة مثل حال البائس. دعنا نتوقف أمام كلمة حلمنتيشي. سبحان من قسم الحظوظ لجزمة تجري فترقص دولة وشعوب. نكشف لكم خفة ظلهم. يا فؤادي لا تسأل أين الجنيه، إنه مات فقف عيط عليه. يا لهوي، هذا هو الانفجار الذي نرحب به.